الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في هذا اللقاء. إن شاء الله حديثنا النهاردة هيكون على الـ Heart Anatomy أو The Anatomy of the Heart، تشريح القلب. Learning Objectives، الحاجات اللي المفترض حضرتك تعرفها في نهاية هذه المحاضرة، المفروض في نهاية المحاضرة يكون حضرتك عندك دراية كاملة وإلمام كامل بـ Anatomy of the Pericardium. It describes the size, weight, shape and the position of the heart. Identify and describe the interior and the exterior anatomy of the heart. Explain the cardiac conduction system. Describe the path of the blood through the cardiac circle or circuit. To be able to determine the area of the absolute cardiac dullness. Describe the anatomical site of the heart auscultation. To be able to place a needle in the cardiac ventricle of a small animal with minimum chance of the error. كل النقاط اللي حضرتك ذكرناها دي في آخر المحاضرة إن شاء الله نشوف إذا كنا ألمينا بيها، عرفناها بالكامل. فنبدأ إن شاء الله كده في الأناتومي of the heart أو تشريح القلب. أول حاجة بناخدها في تشريح القلب اللي هو البريكارديوم. البريكارديوم اللي هو غشاء الطامور أو الممبرينز اللي هو بيحيط بالهارت. فالبريكارديوم بينقسم لي فايبرس بريكارديوم وثيروس بريكارديوم. هو إيه عبارة عن البريكارديوم ده؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن فايبروثيروس ساك which is surrounding the heart and the root of the great vessels. ده عبارة عن غشاء فايبروثيروس، يعني عبارة عن غشاء ليفي مصلي بيحيط بالهارت والروت of the great blood vessels، كل الأوعية اللي خارجة من الهارت. زي ما حضرتك هتشوف كده، ده البريكارديوم أو غشاء الطامور المحيط بالهارت، بيحيط بالهارت بالكامل والروت of the great blood vessels اللي هي الأورطة والبالمونري ترانك والكرينيال والكودا الفينا كافي. زي ما حضرتك شايف كده، خدنا مقطع في البريكارديوم هنا، لقينا ان هو بيكون من طبقة خارجية بنسميها اوتر فايبرس لير، ودي بتبقى ريلاتيفلي سين وسترونج، بتحدد الباوندرز بتاع الهارت، محيطة بالهارت بالكامل. موجودة فين؟ هي موجودة في نفس موقع القلب، لانها بتحيط بالقلب، موجودة في الميدل ميدياستاينم او منتصف الصدر بالظبط، زي ما هنتكلم على بعد كده في البوزيشن بتاع الهارت. السيروس بريكارديوم زي ما حضرتك شايف معايا كده، عبارة عن تو لايرز. يبقى الفايبرس الطبقة الاولانية دي عبارة عن لاير واحدة، دي الفايبرس بريكارديوم. انما السيروس بريكارديوم ده عبارة عن طبقتين، كأنه بالونة زي ما حضرتك شايف كده، بالونة والإيد بتدخل جواها. فالهارت انفاجينيتد ان ذي سيروس بريكارديوم، كأنه كيس ودخلت في القلب. الكيس ده بقى عبارة عن طبقتين. فالسيروس بريكارديوم بيكون من تو لايرز، اوتر بارايتال لير الطبقة الجدارية الخارجية دي، والانر لير بيسموها الفيسرال لير. يبقى السيروس بريكارديوم بيكون من طبقة داخلية بيسموها الفيسرال لير والبارايتال لير، ما بينهم كافيتي بيسموه البريكارديال فلويد، البريكارديال كافيتي اللي هو بيملأ بما يسمى بالبريكارديال فلويد او الليكوار بريكارديال. فالسيروس بريكارديوم عبارة عن كلوزد ساك انفاجينيتد باي ذا هارت، يبقى هي كيس مغلق دخل جواه القلب، مش بيتداخل بيه، ده عمل انفاجينيشن جواه، عمل انفاجينيشن، فبقى الهارت بيحاط بطبقتين من البريكارديوم. بتبقى سموث وجلستنينج كونسيست اوف ذا فيسرال لاير، ودي كونتاكت مع الهارت، وبنسميها بعد كده الايبيكارديوم. دي يعني الفيسرال لاير دي بتبقى طبقه من طبقات الهارت نفسها، من طبقات جدار القلب، بنسميها الايبيكارديوم. الفيسرال لاير والبارايتال لاير، البارايتال لاير دي اللي هيحيط بها من الخارج، البارايتال لاير دي هيحيط بها الفايبرس بريكارديوم. السيروس ساك كونتين سمول اماونت اوف ذا كلير سيروس فلويد ذا ليكوار بريكاردياي بتوين ذا تو لاير، ما بين الطبقتين بتوع السيروس بريكارديوم بيبقى في كافيتي بنسميه البريكارديال كافيتي، اللي هو بيملا بسيروس فلويدز سائل مصلي، وده بيعمل تسهيل للموفمنت اوف ذا هارت او كونتراكشن اوف ذا هارت، حركه القلب، بيسهل حركه القلب. كيس اللي هو
حوالين القلب ده اللي هو السيروس بريكارديوم. بص حضرتك صورة تانية معايا اهو، ادي الهارت عمل انفاجينيشن، دخل جوه الكيس ده. الكيس ده بقى عبارة عن طبقتين، الكيس ده اللي هو السيروس بريكارديوم بقى بارايتال لير اللي بره، والفيسرال لير اللي هي ملاصقة للهارت، والبارايتال لير بتبقى كونتاكت مع الفايبرس بريكارديوم. نفس الشكل اهو، زي ما حضرتك كأن ايد داخله جوه بالونه، فالبالونه دي بقى طبقتين، طبقه داخليه بنسميها الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، ودي البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، وما بينهم البريكارديال كافيتي اللي هو بيملأ بيه الليكوار بريكارديا او البريكارديال فلويد. الفايبرس لاير دي بتمسك في الاسترنم بما يسمى بالاسترنو بريكاردياك ليجامنت، بيمسك مع الاسترنم بليجامنت بنسميه استرنو بريكاردياك ليجامنت. نفس الحدوتة اهو، قصوا بعض، داخل فين؟ داخل في السيروس لاير اللي هي البارايتال لاير بتاع البريكارديوم، عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز، سواء الاورتا او البالمونر الرانكا او الكرينيال والكودال فينا كافا. البارايتال لاير، بص حضرتك معايا نرجع للصورة دي تاني، لما بيعمل ريفليكشن هنا من بارايتال لفيسرال بيعمل ما يسمى بالبريكارديال ساينس، يبقى الطبقة اللي هي السيروس لاير لما تيجي تعمل ريفليكشن من بارايتال لاير لفيسرال لاير تعمل لي ما يسمى بالبريكارديال ساينس. فعندنا في الترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس. الساينس دي موجودة فين؟ موجودة عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز. يعني للمعلومة حضرتك تبقى عارف ان الطبقه الخارجيه لما تيجي تعمل ريفليكشن وتبقى داخليه، لان الهارت يعمل انفاجينيشن جوه البريكارديال ساك دي، فالبريكارديال ساك طبقتين اللي هي البارايتال لير والفيسرال لير بتاع السيروس بريكارديوم، وحولوهم من بره الفايبرس بريكارديوم، جوه الطبقه اللي هي السيروس بريكارديوم طبقتين. فالبارايتال لير لما تيجي تعمل ريفليكشن وتبقى فيسرال لير حوالين الهارت بتعمل ما يسمى بالبريكارديال ساينسز. فعندنا في الترانسفيرس ساينس وفي الاوبليك ساينس، زي ما حضرتك شايف هنا في اتنين ساينس هنا اهم، ترانسفيرس ساينس والاوبليك ساينس، ده بيبقوا موجودين عند الروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز. صورة تانية اهي، ده الفايبرس بريكارديوم من بره، قلنا عبارة عن سن وفايبرس ممبرين بيحب الهارت بالكامل، والروت اوف ذا جريت بلاد فيسلز ده بنسميه الفايبرس بريكارديوم. لو خدنا بقى مقطع هنا كده نلاقي ده جدار القلب، اللي بره دي الفايبرس بريكارديوم، بعد كده يقابلنا ايه؟ يقابلنا البارايتال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، بعد كده الفيسرال لاير اوف ذا سيروس بريكارديوم، وما بين الطبقتين بيبقى في ايه؟ في البريكارديال كافيتي اللي هو بيملأ بالبريكارديال فلويد. يبقى حضرتك من الخارج للداخل كده هم مش طبقتين، هم طبقة خارجية بنسميها الفايبرس بريكارديوم، والطبقة التانية مقسومة لطبقتين بارايتال لير وفيسرال لير. يبقى دي البارايتال لير اوف ذا سيروس بريكارديوم، ودي الفيسرال لير اوف ذا سيروس بريكارديوم. ما بينهم ايه؟ ما بينهم البريكارديال كافيتي اللي هو في الدويزي بريكارديال فلويد او الليكوار بريكاردياي. صورة تانية برضو معانا اهو، بص حضرتك ادي الفايبرس بريكارديوم من الخارج. تبص حضرتك بقى للسيروس بريكارديوم الاخضر ده اللي هي البارايتال لير، بارايتال بريكارديوم او بارايتال لير اوف ذا سيروس بريكارديوم. الصفر دي عباره عن الايه اللي متلونه باللون الاصفر، دي عباره عن الفيسرال لير. الفيسرال لير دي لما جت البارايتال لير تعمل ريفليكشن تعمل لي هنا حاجه اسمها بريكارديال ساينس. الكافيتي اللي ما بينهم الاثنين ده بنسميه ايه؟ بنسميه البريكارديال كافيتي اللي هو زي ما قلنا بيملأ بليكويد بريكاردياي او بريكارديال فلويدز اللي هو بيسهل حركة القلب داخل هذه الغشاء او الكيس ده. فده كانت القصة بتاعت البريكارديوم. كمان ان الفايبرس بريكارديوم قلنا بيمسك في الاسترنم بيسترنو بريكاردياك ليجامنت، وده حضرتك هتشوفه في العملي معنا ان شاء الله. نيجي نتكلم بقى عن الهارت او الكور اللي هو القلب نفسه. القلب هو السنترال اورجان اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم، ده العضو الاساسي او المركزي، وبنقول ان القلب مش عضو مهم ولكن هو عضو فايتال اورجان، يعني عضو حيوي، يعني عضو بيمنح الانسان الحياه. في اعضاء حيويه زي البرين والهارت
الدماغ والقلب دول اعضاء حيويه بدونهم الحياه ما تستمرش. كل شيء في جسم الانسان زي ما قلنا قبل كده مهم، ولكن في عضو حيوي لو فقد بتفقد معاه الحياه. فالسنترال اورجانز في او في السيركولاتوري سيستم او الجهاز الدوري هو الهارت، وده من ضمن الفيتال اورجانز او الاعضاء الحيويه في جسد الانسان. Muscular center organ of the blood vascular system act like a double suction and pressure pump by its rhythmic contraction and thus maintain the motion of the blood through the closed system of the blood vessels. هو السنترال بامب او المضخة الرأسية في الجهاز الدوري او الجهاز الوعائي بيضخ الدم خلال دورة مغلقة من الاوعية الدموية سواء ارتري بعد كده فين، الحلقة بتلف زي ما خدنا قبل كده في السيركوليشن او البلد circulations. الافرج بتاعه بيبقى حوالي 0.7% of the body weight، حوالي 7% من وزن الجسم بتاع الحيوان. الهارت composed of the base لايز دورزالي، بص حضرتك معايا وهنشرحها تاني، دي البيز بتاعت الهارت ودي البودي بتاعته ودي الايبكس. البيز بتبقى لاي دورزالي موجوده في الدورزال زي ما هنشوف بعد كده، والبودي بتبقى في النص والايبكس بتبقى فنترال لوكيتد. له اتنين سيرفيس، اللي قدامنا ده الليفت سيرفيس والجهه المقابله بنسميها الرايت سيرفيس. له كرينيال بوردر وكودال بوردر. لما نبص نشوف البوزيشن اوف ذا هارت، اول حاجه من توصيف القلب او الاناتوميكال فيتشرز بتاع القلب، القلب موجود فين؟ القلب موجود فيما يسمى بالميدل ميدياستاينم. ايه الميدياستاينم ده؟ الميدياستاينم ده الحاجز او المنصف الصدري في منتصف الصدر بالظبط. طب التجويف الصدري ايه اللي بيحد حدوده؟ ايه تشريحيا حدوده؟ كابونز قلنا ثوراسيك فيرتبري دورزالي، الريبس لاترالي، والاسترنام فينترالي. طيب جوه الصدر بقى في اهم عضوين او العضوين الحيوانيين اللي فيه كمان التو لانجز. التو لانجز ممثلين لللاترال وول بتاع الميدياستاينم. يبقى الممر اللي ما بين التو لانجز او المكان اللي ما بين التو لانجز ده، الممر ده بنسميه الميدياستاينال سبيس. يبقى الميدياستاينال سبيس ده السبيس اللي موجود ما بين التو لانجز. الهارت اوكيوباي زي سنترال ميدياستاينم، او بنسمي الجزء اللي فيه القلب ميدل ميدياستاينم او كاردياك، نسبه لان القلب فيها فبيسموها كاردياك ميدياستاينم. الجزء اللي قبل القلب بنسميه ايه؟ بنسميه كرينيال ميدياستاينم او البريكاردياك ميدياستاينم. الجزء اللي خلف القلب بنسميه كودال ميدياستاينم او بوست كاردياك ميدياستاينم. بص حضرتك معايا، ادي الهارت، ده تجويف الصدري اهو. الجزء اللي في نص الرئتين اللي بيشغل منتصف القلب ده، المسافه دي كلها بيسموها الميدياستاينال سبيس. الجزء اللي فيه الهارت ده يسموه ميدل ميدياستاينم، والجزء اللي قدام نسميه كرينيال ميدياستاينم، واللي بعد القلب بنسميه كودال. يبقى الميدياستاينال سبيس اللي هو الممر اللي ما بين الرئتين نقول عليه كرينيال ميدياستاينم وميدل ميدياستاينم وكودال ميدياستاينم. هنقول عليه بريكاردياك وكاردياك اند بوست كاردياك ميدياستاينال. فالهارت اوكيوبايز ذا جريت بارت اوف ذا ميدياستاينال سبيس. البوزيشن بتاعته بيبقى اسيمتريكال في الويت، نسبه الويت من الرايت للليفت بنسبه 4-5. يعني لو قسمنا القلب لتسع اجزاء بالوزن كده نلاقي 5 اجزاء ناحيه الليفت و4 ناحيه الرايت. يعني القلب موجود في منتصف الصدر يميل الى اليسار قليلا، ببساطه كده هو موجود في نص الصدر، ولكن بالويت 4 اجزاء من 9 اجزاء منه ناحيه اليمين و5 اجزاء ناحيه الشمال، فهو موجود في الميدل ميدياستاينم او الكاردياك ميدياستاينال سبيس بيمين ناحيه الليفت سايد. البوزيشن اوف ذا هارت بتختلف من حيوان لحيوان او تبع السبيشيز اوف ذا انيمال. زي ما بص حضرتك معايا كده هنشوف الكرينيال اكستنت والكودال اكستنت، يعني امتداد القلب فين من قدام والحد فين من ورا داخل التجويف الصدري ده. طبعا حضرتك عارف ان المسافه ما بين ضلعين متتاليين بنسميها ايه؟ بنسميها انتركوستال سبيس. يبقى الانتركوستال سبيس هو السبيس بتوت
between two successive ribs، يبقى المسافة ما بين ضلعين متتاليين بنسميها الانتركوستال سبيس. فبنلاقي الهارت مثلا، نشوف الانيمالز سبيشيز كده، بنلاقي في الحيوانات اللي هناخدها الهورس والرومينانت والدوج والكات والبيج. في الهورس بيمتد الهارت من السكند انتركوستال سبيس، يعني من تاني حيز بين ضلعي، لايه؟ للسكس انتركوستال سبيس، يبقى بيبدا من التاني للسادس انتركوستال سبيس. ذكرين الاكستنت بتاعه امتداده من اول السكند انتركوستال سبيس لحد السكس انتركوستال سبيس. في الرومينانت من السكند انتركوستال سبيس لحد فين؟ لحد الخامس انتركوستال سبيس، لحد الفيفث انتركوستال سبيس. في الدوج من الثالث ريب، من ثالث ضلع لحد السكس انتركوستال سبيس. في الكات من الفورس انتركوستال سبيس للسيفنس انتركوستال سبيس، ممتد للخلف شويه. في البيج من السكند ريب لحد الفيفث ريب. طبعا كلمه انتركوستال سبيس معناها الحيز ما بين الضلع، انما من الريب يعني هو ممتد تحت الريب، تمام. فدي الديفرنت بوزيشنز في بتاعه الهارت في الديفرنت سبيشيز، او البوزيشن اوف ذا هارت في الديفرنت سبيشيز. بص حضرتك معايا، المنطقة اللي فيها القلب دي بنسميها ميديال ميدياستاين. ادي الرئة، الممر اللي ما بين الرئتين ده بنسميه الميدياستاين. بيمتد في الهورس من السكند انتركوستال سبيس، اهو ادي الفيرست انتركوستال سبيس وادي السكند انتركوستال سبيس. لو عديت حضرتك معايا وشفت كده هتلاقيه بيوصل للسكس انتركوستال سبيس. ده البوزيشن بتاعة الهارت في الهورس. اهو لو رسمناها كده، ده سكيلتون بتاع هورس. نبص نلاقي لو حطينا القلب بالشكل ده كده، بص، او من السكند انتركوستال سبيس يمتد لحد فين؟ لحد السكس انتركوستال سبيس، زي ما مثلتها لك كده. ادي الهارت اهو، لو حطيناه في على السكيلتون ده يبقى بيمتد من السكند انتركوستال سبيس للسكس انتركوستال سبيس. ده البوزيشن بتاعه الهارت. الشيب بتاع الهارت، الهارت بياخد شكل الكون شيب، شكل مخروطي الشكل زي ما حضرتك شايف كده. له بيس فيسنج كرينيو دورزالي فروم ذا سكند ذا ثيرد لحد السكس ريب. الاثنين اتريا بيبقوا مواجهين للثيرد، ومن الثيرد للسكس ريب. الجزء العلو منه بنسميه البيز، والجزء السفلي منه بنسميه الايبكس. فالبيز بتبقى متجهه كرينيو دورزالي، والايبكس بتبقى موجوده كودو فنترال، يعني متجهه الى اسفل والى الخلف. الاثنين اتريا اللي هما الجزئين العلويين من، او الحجرتين العلويتين من الهارت، بيبقوا موجودين مواجهين من السكند لحد السكس، وممكن من السيرد لحد السكس انتركوستال سبيس. من السكند من السيرد ريب هنا كده لحد السكس ريب من الخلف. الابكس فيسس كودو فنترال زي ما قلنا متجه الى اسفل والى الخلف، او فورم ذا ليفت فنتريكل اللي بيكونها فورم باي ذا ليفت فنتريكل اباف ذا سيفويد اوف ذا سترنم. السيفويد اللي هي اللاست ستيرنبرا اوف ذا سترنم. فالابكس اللي هنا اللي هي القمه بتاع القلب دي بتبقى فنترالي لوكيتد اهي، بتبقى مواجهه للسيفويد ستيرنبرا اوف ذا سترنم. الجروفز اوف ذا هارت، عندنا في الهارت بيقسم خارجي بمجموعه من الجروفز او الميازيبز، يعني ديبريشن، يعني تجويف بتحيط بالقلب او بتقسم القلب، تقسمه من الخارج يقابل هذه التجويف من الداخل سيبتمز. فالجروفز اوف ذا هارت دي مجموعه من الجروف زي ما نشوف مع بعض، بتقسم القلب خارجيا لاربع حجرات، وداخليا يقابلها سبط، يقابلها فواصل. يبقى الميازيب او التجويف اللي من بره دي يقابلها ايه؟ يقابلها سبطا من الداخل، يقابلها فواصل او حواجز من الداخل. فعندنا الجروفز اوف ذا هارت او الميازيب القلبيه دي، عندنا ما يسمى ب الاتريوفنتريكولار جروف اللي هو بنسميه كوروناري سالكس او كوروناري جروف. ده كولد كوروناري سالكس او كوروناري جروف سراوندنج ذا وول سيركمفيرنس اوف ذا هارت، ات سيبريتد بوث اتريا فروم ذا فنتريكل. نبص مع بعض،
اللي انا هشاور عليه ده كده هو ده الكورونري جروف. الكورونري جروف اللي هو الاتريو فينتريكولار جروف، يعني دولت الاثنين اتريوم او الحجرتين العلويتين البهوين بتوع الهارت، ودول التو فينتريكولار او الفينتريكولار ماست. القلب بينقسم الى اربع حجرات زي ما نتكلم بعد كده، حجرتين علويتين بنسميهم التو اتريوم والتو فينتريكل. التو اتريوم بروكسيمالي او دورزالي، والتو فينتريكل فينترالي. ادي التو فينتريكل وادي التو اتريوم. هنا الجروف اللي محيط بالقلب ده داير ما يدور ده اهو، بيمر على السيركمفرنس اوف ذا هارت كومبليتلي، ده بيسموه اتريو فينتريكولار جروف او الكوروناري جروف. بعد كده هنقول ان بتمشي فيه الكوروناري فيسل، سواء الكوروناري ارتري او الكوروناري فين، ده اللي بيسموه الكوروناري جروف. يبقى الكوروناري جروف بيمشي في السيركمفرنس بتاع الهارت، بيفصل التو اتريا عن التو فينتريكل خارجيا. فاول جروف من الجروفز اوف ذا هارت بنسميه اتريو فينتريكولار جروف او كوروناري جروف. تاني جروف بنسميه انتر فينتريكولار جروف. الانتر فينتريكولار جروف دول مش واحد، ده هو خلاص الاثنين اتريوم فوق والاثنين فينتريكل تحت، الدايره اللي حواليهم دي الجروف اللي من الخارج وجامع السيركمفرنس اوف ذا هارت، ده بنسميه الكورونر جروف. ينزل من الكورونر جروف ناحيه الرايت وناحيه الليفت اثنين جروف بنسميهم ايه، بنسميهم انتر فينتريكولار جروفز او اللونجيتودينال جروفز، الميازيب الطوليه او الميازيب ما بين الايه البطينين، واحد رايت واحد ليفت. فهم عباره عن اثنين جروف، واحد بنسميه رايت سبساينوزيا الجروف، يعني واحد ناحيه الرايت والقصه بتاع سبساينوزيا دي هنحكيها، والليفت باراكونال جروف. نبص مع بعض كده، ده كده ناحيه الليفت سايد وده ناحيه الرايت سايد، يعني ده الليفت سيرفيس اوف ذا هارت وده الرايت سيرفيس اوف ذا هارت. بص حضرتك معايا، الميزاب الطولي ده هوت بيسموه انتر فينتريكولار جروف، احنا كده ناحيه الرايت ولا ناحيه الليفت؟ انا قلت احنا كده ناحيه رايت، يبقى ده رايت لونجيتودينال جروف وده ليفت لونجيتودينال جروف، ما بين ايه؟ ما بين الاثنين فينتريك. بص ده ما وصلش للايبكس، دي الايبكس اوف ذا هارت، قلنا دي البيس ودي البودي ودي الايبكس. الليفت لونجيتودينال جروف ده ما بيوصلش اهو، ده الليفت لونجيتودينال جروف ما بيوصلش للايبكس، ما بي... لان اللي بيكون الايبكس اصلا هو الليفت فينتريكل، فالليفت فينتريكل مكمل ومكون الايبكس اوف ذا هارت، فده الليفت لونجيتودينال جروف او بنسميه انتر فينتريكولار باراكونال جروف. ايه باراكونال دي؟ لانه هو تحت ما يسمى بالكونس ارتريوزس. ايه الكونس ارتريوزس ده؟ المنشا المتسع او الدايليتد اورجين اوف ذا بالمونري ترانك، هو تحت الكونس ارتريوزس، تحت المنشا المتسع للكونس ارتريوزس اللي هو الدايليتد اورجين اوف ذا بالمونري ترانك، فسموه عشان كده باراكونال جروف. ناحية الرايت بيسموه رايت انتر فينتريكولار جروف او سبساينوزيال جروف. ايه السبساينوزيال دي؟ لانه تحت ما يسمى بالفينوس ساينس، ده الرايت اتريوم. الرايت اتريوم من الداخل لما هنشوف دلوقتي تركيبه هنلاقيه بيكون مما يسمى بالساينس فينيرام والاوريكل والرايت اوريكل. الساينس فينيرام دي المنطقه الملساء اللي عند ما يتقابل الكرينيال فينا كافا والكودال فينا كافا. الجروف ده هو ناحيه اليمين تحت ايه؟ تحت الساينس فينيرام، تحت جبل الوريد اللي موجود جوه ده، ولذلك سموا الجروف ده ايه؟ سموه ساب ساينوزيال جروف. يبقى عندنا الكورونر جروف بيحيط بالكامل ما عدا منطقه اللي هي منطقه الكونس ارتريوزس، بيلف على بالكامل، وفي اتنين لونجيتودينال جروف، واحد رايت واحد ليفت. الليفت وان او الليفت انتر فينتريكولار لونجيتودينال انتر فينتريكولار جروف بيسموه باراكونال جروف، والرايت بيسموه ايه؟ بيسموه رايت انتر فينتريكولار جروف او الرايت ساب ساينوزيال جروف. يبقى دول اتنين لونجيتودينال جروف. تالت جروف من الجروفز بتاع الهارت اللي هو الانتر اتريال جروف. الانتر اتريال جروف بيبقى الديفايند جروف سيبريتنج رايت اتريوم فروم ذا ليفت اتريوم. ات از هيدن باي ذا جريد فيسلز ليفينج ذا هارت اللي هي الاسندنج اورتا والبالمونري ترانك. بص حضرتك معايا، الجروف اللي ما بين الاثنين اتريوم ده مش واضح قوي علشان مستغطي بيه الروت بتاع الفيسلز اللي هي الاورتا والبالمونري ترانك والكرينيال والكودال فينا كافا. ما بين اورتا
والبالمونه الترانكو جروف ده بيسموه انتر اتريال جروف. الانتر اتريال جروف مش واضح قوي لانه مستغطي بالروت او جذور هذه الايه الاوعيه الدمويه. فتلخيصا للجروفز بتاع الهارت، عندنا اول جروفز اللي هو الاتريو فينتريكولار جروف. الاتريو فينتريكولار جروف اللي هو الكوروناري جروف اللي ما بين الاثنين اتريوم الحجرتين العلويتين من الهارت والتو فينتريكل، وده بيحيط بالهارت بالكامل، بيمشي على السيركمفرانس اوف ذا هارت، بيقطع بما يسمى بالكونس ارتريوزس، بس المنطقه دي اللي ما بيبانش فيها الكوروناري جروف مش مكمل فيها. وفي اثنين لونجيتودينال جروف، واحد ليفت لونجيتودينال جروف بيسموه بارا كونا لانه تحت الكونس ارتريوزس. ايه الكونس ارتريوزس؟ اللي هو الدايليتد اوريجين اوف ذا بالمونري ترانك. وايه الثاني؟ رايت لونجيتودينال جروف، او بيسموه ايه الرايت لونجيتودينال جروف؟ بيسموه ساب ساينوزيال جروف. ساب ساينوزيال ليه؟ لانه تحت الساينس فينيرام. ايه الساينس فينيرام ده؟ ده جزء من الرايت اتريوم، جزء من الحجره العلويه اليمنى دي، او الرايت اتريوم اللي هو البهو الايمن ده. فالجزء الساينس فينيرام بالداخل تحته جروف هنا بنسميه ايه؟ بنسميه رايت لونجيتودينال جروف او رايت ساب ساينوزيال جروف. ده كان ملخص للجروفز اوف ذا هارت. قلنا الجروفز اوف ذا هارت بيقابلها من الداخل سيبتمز عشان يقسم الهارت لاربع حجرات، اتنين اتريوم دورزالي واتنين فينتريكل فينترالي. الهارت بيتكون من ما يسمى بالبيس والبودي والابيكس، له اتنين بوردرز واتنين سيرفيس. ده الاناتوميكال فيتشرز بتاع الهارت. البيز زي ما قلنا بتبقى دايركت الدورزالي، الهايست بارت بيبقى موجود عند الجانكشن بتاع الدورزال والميدل سيرد اوف ذا دورس وفنترال ديامتر اوف ذا ثوراكس. يعني دي البيز بتاعته. موجوده فين البيز دي؟ لو هنقسمهم لثلاث اجزاء، البروكسيمال سيرد والميدل سيرد والديستال سيرد، دي موجوده عند التقاء البروكسيمال سيرد مع الديستال سيرد بتاع ايه؟ بتاع الترانسفيرس ديامتر بتاع او الدورزو فينترال ديامتر، من فوق لتحت الدورزو فينترال ديامتر بتاع الثوركس، تلت العلوي والتلت الاوسط تلت سفلي. البيز موجوده عند التقاء البروكسيمال سيرد مع الديستال سيرد من الدورزو فينترال ديامتر اوف ذا ثوركس، بتبقى اوبوزيتلي من السكند ريبلي او السكند انتركوستال سبيس زي ما حضرتك شايف كده. ده الفيرست، ده السكند انتركوستال سبيس لحد السكس انتركوستال سبيس. الابيكس بتبقى فيسس فينترالي، موجوده عند الاسترنم عند اللاست استرنبر اللي هي سميناها ايه؟ سميناها الزيفويد استرنبر او عند الزيفويد اوف ذا استرنم. البوردرز بتاعته اللي قدام حضرتك دوت الهارت من ناحيه الليفت، ده الليفت سيرفيس وده الرايت سيرفيس. فالبوردرز بتاعته عندنا في رايت فينتريكولار اور كرينيال بوردر، ده الكرينيال بوردر بتاع الهارت. الكرينيال بوردر ده الكرينيال بوردر. الكرينيال بوردر بيبقى كونفكس محدب، وبيسموه ايه؟ بيسموه الرايت فينتريكولار بوردر لان اللي مكونه الرايت فينتريكل. انما بص حضرتك اللي كمل وراح للابيكس بتاع الهارت هو الليفت فينتريكل، ولذلك الكرينيال بوردر بيسموه ايه؟ بيسموه رايت فينتريكولار او كرينيال بوردر. اهو ده الكرينيال بوردر، احنا كده على الرايت سايد او على الرايت سيرفيس، وده الليفت سيرفيس اهو. يبقى ده كده كرينيال بوردر، او هنا على الناحيه يبقى ده الكرينيال بوردر، ولذلك بيسموه الفنتريكولار رايت فنتريكولار بوردر. الليفت فنتريكولار او الكودال بوردر، ده الكودال بوردر بيبقى نيرلي فيرتيكال، ده الكودال بوردر، واللي بيكونه اصلا بيكونه الليفت فنتريكل، انما ده اللي بيكونه الرايت فنتريكل. يبقى في كرينيال بوردر وكودال بوردر، اعرفهم من بعض زي الكرينيال بوردر بيبقى كونفكس، ده الكرينيال بوردر بيبقى كونفكس. التاني بيبقى نيرلي ستريت او فيرتيكال، ده اللي بيكونه الرايت فينتريكل، ده الكرينيال بوردر، انما الكودال بوردر اللي بيكونه الليفت فينتريكل. يبقى الكرينيال بوردر بيكونه الرايت فينتريكل، انما الكودال بوردر اللي بيكونه الليفت فينتريكل. السيرفس، السيرفس نفس السيرفس اللي قدامنا دي زي ما حضرتك شايف، ليفت سيرفس ورايت سيرفس، ده الرايت سيرفس. الاثنين بيبقوا كونفكس وماركت باي ذا جروف ويتش انديكيتس ديفيجن اوف ذا هارت انتو فور شامبرز، ذا تو اتريا دورزالي اند تو فينتريكل فينترالي. بنلاقي ده الليفت سيرفس وده الرايت سيرفس. مميزين بايه؟ مميزين بالجروفز اللي هو ده اللونجيتودينال جروفز، قلنا ده الكوروناري اللي قسم الهارت لاثنين اتريا دورزالي واثنين
السنتريك الفنترالي، ده الكوروناري، ده الرايت سيرفس وده الليفت سيرفس، مقسمين كمان بايه؟ باللونجيتودنال جروفز، ده الليفت لونجيتودنال جروفز اللي هو الباراكونال جروفز تحت الكونس ارتريوزس اللي هو المنشا المتسع للبلمونري ترانك، وده الساب ساينوزيال جروف قلنا تحت ساينس فينيرم، فده سموه ايه؟ ساب ساينوزيال لونجيتودنال جروف. الاوريكولار سيرفيس كفرد باي زي بيريكارديوم ات از ريليتد تو ذا فنترال ثيرد اوف ذا ثوراسيك وول. On the right side the cardiac notch is smaller so the area of the relation to the thoracic wall is less than the left one. لما نيجي نشوف بقى الهارت هو موجود جوه الصدر، هنلاقي حواليه الرئتين، مش قلنا هو موجود في منتصف الصدر؟ الحاجز او النص في الصدر هو الميدياستاينم، ده ايه حدوده؟ حدوده الاثنين لاترال وول بتوعه اللي بيكونهم الاثنين لانجس، يبقى الاثنين لانجس على الجناب، من فوق الفيرتبرال كولم وتحت هيبقى الاسترنم، تمام. الممر اللي فيه القلب ده، الرئتين كل رئه فيها مكان فارغ بنسميه مكان ميزاب او نوتش، بيسموها كاردياك نوتش مع ان اسمها كاردياك يعني قلبيه، يعني السلمه القلبيه. السلمه القلبيه او الكاردياك نوتش دي مش على القلب، ده هي على الرئه، المكان اللي ما بين اللوبس بتاع الرئه دي بيخلي الهارت معرض لجدار الصدر. ناحيه الليفت الكاردياك نوتش بتاع الليفت لانج اكبر من الكاردياك نوتش بتاع الرايت لانج. لما تكون كوره ما بين ايديا، الفراغ اللي ما بين الصوابع بتاعتي ده كل لما زاد كل لما سطح الكوره عرض للخارج، فالهارت ما بين التو لانجز، فبنلاقي الكاردياك نوتش اللي هي الفراغ اللي موجود في الرئه نلاقيه ناحيه الليفت بيبقى كبير، ولذلك جزء من جدار الهارت بيعرض لجدار الصدر اكبر، ولذلك نقول ان احنا نسمع الهارت مين على ليفت سايد، ولكن هنسمعه على الرايت والليفت سايد، بس اوضح على الليفت، وده هنشوفه تباعا خلال المحاضره دي.